نعم معالي الدكتورة هيفا، يعني المسيرة الثقافية في الأردن هي متجذرة منذ نشوء الدولة الأردنية. صحيح. وإحنا يمكن كمان كأردنيين منحب الحالة الثقافية، وكان لنا دافع كبير جدا بأنه الهاشميين علمونا كيف نكون أدباء ونوثق التاريخ، نوثق الحضارة، نوثق المسيرة الفنية بشكل كامل، فكان في لنا دافع كبير جدا، وبالتالي تطورت مع تطور الدولة الأردنية. الآن كم كان دافع اهتمام جلالة الملك بالحالة الثقافية، وأنت وزيرة للثقافة والأقرب يعني لهذا الشيء، وأنت المبصرة أكثر، فنتحدث عن هذا الموضوع. ستي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره، يعني أن يعني لديه رؤية عميقة ومتميزة في أن الثقافة هي تقع في قلب كل ما يتصل برحلة التحديث الأردني. نعم. الثقافة تقع محرك أساسي ورئيسي لفرح الأردنيين، لتحسين نوعية الحياة لدى الأردنيين. وكما تفضلتي، نحن نحمل عندنا بعد عمودي آلاف السنين من الحضارات المتجددة في الأردن، ولكن احتفلنا بالمئوية الأولى ونحن على أعتاب المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، وكان أول منتدى ثقافي أردني بالمعنى الشمولي للكلمة في مئويتنا الأولى في بيت عبد الله المؤسس، الملك عبد الله الأول المؤسس. كان هذا مكان لقاء يلتقي فيه الشعراء والأدباء والمفكرين والفلاسفة، وهو كان شاعراً، وكان الفن الأردني موجود شمال جنوب شرق غرب. نحن نعشق الدبكة، هاي والدبكة الأردنية، الدحية الأردنية لا علاقة بعلاقتنا بالأرض، الصحراء، الشعر النبطي الأردني، الشعراء الحداثيين الأردنيين. فبالتالي هناك تشجيع كبير من صاحب الجلالة ومن جلالة الملكة رانيا العبد الله. كل ما يتصل اليوم لما نتحدث عن الصناعات الثقافية لا يمكن إلا أن ودعم المصمم الأردني ودعم المصمم المحلي الأردني، وشاهدناه في المشاهد الاحتفالات الأردنية، ولكن الدعم الحقيقي كان من خلال الصناعات الثقافية الإبداعية في مهرجان عمان للتصميم، كان برعاية صاحبة الجلالة الملكية، كان في رؤية تقدمية فيما يتصل بأن اليوم الثقافة، ونتحدث عن صناعة الأفلام، نتحدث عن الصناعات الموسيقية، نتحدث عن تجديد آلة الناي. لدينا مشروع مجتمعي يجدد في آلة الناي، عندنا مشغل يجدد في آلة العود، ومن هنا علاقتنا مع مصر. مصر لديها أهم العازفين، أهم عازفي العود في العالم العربي، في مصر والعراق وفلسطين ولبنان وكل العالم العربي، ولكن نحن نسعى من أجل حماية التراث، نسعى بأن لا. سأعطي مثل أكثر أردنية وبعدين ما عليها بتحكي إن شاء الله على تعاوننا فيما يتصل بتجديد التراث. اليوم الربابة معليكي والحديث للجميع من أجمل الآلات الأردنية طبعاً. ولكن صار في بعد شباب أردني عنها، إذا ما جددنا آلة الربابة وأدخلناها على الفرق الشبابية الأردنية رائع. وصاروا هالفرق، وإحنا فرقنا اليوم الأردنية موجودة في العالم العربي طبعاً. يعني صارت مصر تستقبل الفرق الأردنية والفنانين الأردنيين موجودين. بالتالي عملية التجديد هي يعني في قلب الحدث الأردني. الثقافة لابد من أن تكون مدخل رئيسي من مدخلات الاقتصاد القومي، ولا هذا يغنينا عن أن بناء الوعي، تجديد القيم، الأمل والإيجابية والمحبة. هذا الأردن محب حنون دافئ، حتى يبقى الأردن محب حنون دافئ لا يمكن للثقافة أن تعمل بعزلة عن شجرة الزيتون وزارة الزراعة وزارة البيئة. فنحن جميعنا بتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية ومجلس الوزراء الأردني ودولة الرئيس نعمل من أجل أن تكون الثقافة والبيئة والزراعة والتربية والتعليم. ومن هنا لدينا مشروع مشترك إن شاء الله سنعمل مع جمهورية مصر العربية على تجديده، هو قصص الأطفال، استكتاب
كتاب وشعراء الأطفال لأن يقدموا للتربية والتعليم. هذا لا تكون التربية والتعليم بعزلة عن مشروع الوطن الثقافي، اتعرفوا على شجر الزيتون وزراعة الزيتون والأغاني القديمة وتجديد الأغنية الشعبية.